السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لمرحلة البوست، كيف نضيف بيانات. طبعا احنا ممكن نضيف للاري عن طريق منه، عن طريق الاري نفسه في عنده البوش كوماند. بس قبلها اي معلومات انت تجلبها من المستخدم، من طرف المستخدم، لازم تكون على شكل جيسون اللي هو اوبجكت. فلذلك راح نجي نستخدم مع الاب. هنا لاحظ قايلين احنا شنو، اب جيت. في الاب ايضا عنده شنو، دوت يوز فانكشن. هذا شو اقول له؟ اقول له انه الاكسبرس دوت جيسون فانكشن، يعني المعلومات اللي انا راح اجيبها من المستخدم البادي، المعلومات اللي راح يعطيني اياها المستخدم، فاني راح استقبلها على اساس انه هي جيسون فايل. هو راح يحول لي اياها الى جيسون فايل. فشنو اللي اني احتاجه؟ مجرد انه اجي هنا مثلا اعمل لي البوست، فاجي اقول له app.post، افتح الاقواس. اول شيء احدد مساره، يعني هنا اليوزر شي يكتب حتى يعمل بوست. سهل جدا، احنا قلنا البوست هو نفس الجيت معلومات الامبلوي، فهنا نقدر نقول له /api/employee او employees عفوا. بعدين الكول باك فانكشن، قلنا عندنا الريكوست طلب المستخدم والاستجابه مالتنا او الرد مالتنا للمستخدم، يؤدي الى شنو، الى فانكشن. وهذا في داخله شنو، اجي اخذ المعلومات من المستخدم. طبعا راح اعمل محاكاه سيميليشن للداتابيس، فهنا نحتاج الى اي دي. الاي دي لازم ممكن يضيفه اليوزر، يعني هنا ممكن اني في البوست اعمل لي متغير اسمه كونستانت امبلوي يساوي، اجي افتح الاوبجكت. هنا اقول له الاي دي اخذه من من، اخذه من ال دوت طبعا ريكويست دوت بودي، هذا دوت اي دي اخذ من عند الاي دي. كذلك ايش احتاج؟ احتاج الى الفول نيم. الفول نيم اقدر اخذه هنا، اليوزر لازم ينطيني الفول نيم، وهذا ايضا راح يساوي ريكويست بودي فول نيم. وايضا احتاج الى شنو، سالاري. فهنا نقطتين ايضا سالاري بهذه الصورة، بهذه الصورة. هذا اني اخذه من اليوزر. بعدين من اخذ هذا من اليوزر اقدر اضيفه للاري مالتي. شلون؟ الاري يدعم شيء اسمه فانكشن بوش. البوش فانكشن راح يضيف للاري، فش اضيف له؟ اضيف هذا الاوبجكت اللي اعطاني اياها اليوزر، معلوماته اعطاني اياها اليوزر. واقدر ارسل لليوزر المعلومات مال منو، مال هذا الموظف اللي قام باضافته. هالشكل اقدر اعمل البوست. طبعا تلاحظون انه مرات اني ما اضع فارزة منقطة. ليش؟ لان الاكما سكريبت 6 جافا سكريبت 6 يسمح لك انه حتى لو ما تضيف فارزة منقطة، بس انت ممكن تضيفها بهذه الصورة. طيب يبقى علينا انه نجرب. شلون نجرب؟ نجي ناخذ هذا الرابط كوبي، نجي نفتح تاب جديد، نشيل التو لان احنا عندنا اي بي اي امبلويز فقط. الجيت لازم نحول الى شنو، بوست. نجي على البادي، لاحظ هذا الفكره من عند البادي. نجي على البادي نختار الرو، ومن التكست نختار شنو، جيسون. هنا لازم نرسل شنو، نرسل له جيسون اوبجكت بهذه الصوره. نقدر ناخذ هذا كوبي للسرعه، ونجي هنا حتى نعرف شنو اللي نرسلها للمستخدم. طيب الجيسون لازم الاي دي داخل اقواس الاقتباس، يعني دبل كوت. وهنا الاي دي لازم انا اضيفه. على سبيل المثال الاي دي مالته راح يكون شقيت، كم قيمه انا عندي؟ 4، يعني راح يكون هذا 5 مثلا. الفول نيم طبعا هذا الاي دي بالداتابيز الحقيقي ما راح نحتاج انه ناخذ من اليوزر الاي دي، الداتابيز هو يضيفه اوتوماتيكيا، يعني راح يكون اوتو انكريمنت، يزداد هو بواحد.
هذا الفول نيم، نجي هنا نكتب سلام حسن صباح مثلا، والسالري مالته على سبيل المثال 8000 بهذه الصورة. طبعا هذا نسينا نضيفه تحت دبل كوت، دبل كوت هالشكل. لاحظ الايرور ايضا اختفى، ما عندنا اي مشكلة. خلينا نجي نقول له شنو send، لاحظ اجالنا الرد ID 5 full name والسالري. لو نرجع هنا ناخذ هذا كله، اذا نريد احنا نجيب الامبلوي هنا هذا نشيله ونقول له get، هذا لازم مفروض شنو يجلب لي المعلومات. لاحظ قام بإضافة سلام حسن صباح. طبعا هذا بس حتى نتأكد انه الراوت شغال، ما عندك مشكلة بالراوت، لكن بالواقع لما نجي نتعامل مع الداتابيز، لان احنا بعدنا ما واصلين للداتابيز، لما نجي نتعامل مع الداتابيز ان شاء الله هنا كل شيء راح يكون تمام، لان احنا عندنا داتابيز ونضيفه في الداتابيز. لكن هذا بس مجرد شنو، مجرد محاكاة لشنو، محاكاة لل البوست والجيت والبوت والديليت. فخلونا نوقف هنا، نكمل الدرس القادم، مع السلامة.